بينضم إلينا عبر سكايب من بكين الإعلامي نادر رونج. أهلا وسهلا بيك سيد نادر. أهلا أهلا بكم. أهلا وسهلا بيك. وأيضا تنضم إلينا من واشنطن الأستاذة هبة القدسي مدير مكتب جريدة الشرق الأوسط بواشنطن. أهلا بيك يا أستاذة هبة. أهلا بيك، أشكرك. أهلا وسهلا. يعني خليني في البداية أتوجه بسؤالي للأستاذ نادر. ربما لأول مرة تتفوق أو يتفوق تجمع بريكس بقيادة الصين على الجي 7 اللي بتتزعمها طبعا الولايات المتحدة الأمريكية، والتقارير هنا الدولية بتشير أنه ربما يكون العالم بصدد مرحلة فاصلة في تغيير موازين القوى الاقتصادية في العالم. كيف ترى هذا الموقف سيد نادر؟ أهلا ومرحبا بكم. هذه التغيرات تثبت أن يعني هناك تطور للقوى الصاعدة، وهناك تنمية مشتركة أو هناك تنمية سريعة لهذه الاقتصادية لهذه الدول، وكذلك هناك أيضا الانضمام المزيد من الدول إلى هذا يعني مجموعة بريكس، إلى هذه التكاتل الاقتصادية. وهذا يثبت أن يعني مفهوم التنمية أو المبادئ التي تتمسك بها هذه يعني المجموعة تلقى إقبالا لدى الدول العالم، وأنه يعني هو اتجاه صحيح للتطور في المستقبل. ويعني هذه المجموعة تتمسك بالمساواة، وكذلك تتمسك بالانفتاح، وتتمسك بوضع التنمية الاقتصادية في المقام الأول. وكذلك العالم الآن يتجه نحو التعددية الأقطاب، وهذه الدول بقيادة الصين يمكن أن نرى المفهوم التنمية لدى الصين أو أيضا تلقى يعني أثبتت النجاح الصين في التنمية الاقتصادية، حيث يعني كان الولايات المتحدة يعني هي أكبر وما زال أكبر يعني كيان اقتصادي في العالم، ولكن هناك تطور سريع للصين. وكذا يمكن أن نرى يعني قبل هناك المعلومات تثبت أن قبل 20 عاما يعني كانت الولايات المتحدة كانت يعني شريك أكبر شريك تجاري لأكثر من 100 دولة في العالم، ولكن الآن هذا المركز الصين أصبحت أكبر شريك تجاري لأكثر من 100 دولة في العالم. فلذلك المفاهيم الصينية في التنمية تثبت أنها هو سياسات صحيحة ويجب التمسك بها، وكذلك سياسة الصين للتمسك بالوحدة والتضامن بين مختلف الدول بدلا من الانقسام، كذلك هو تلقى إقبالا لدى معظم الدول في العالم. نعم.